غير الكيرا سير ولتو في لهنا سي العهد البنبل غير وين البوت خليقا يا تسيري الناس صفا غير توتي في المحلة كل استكار الكيرا يسوى غير رجل فمرتا سيب وسميت فر الكيرا سير ولتو في لهنا سي العهد البنبل غير وين البوت خليقا يا تسيري الناس صفا غير توتي في المحلة والاستكار الكيرا يسوى غير رجل فمرتا يسوي لي بيان فيني شي لا زون دي فوايو بريزيد دوار فاتو كارين غدن سيناريو ما على بالنا شي دامات مارا في الدعايات مازال يقول راني جاي نادي والانتخابات زاد ديك ستين سمي غرمتي مدلين في خري وتزير ديسين ها مزروق نسمرتيس يتغاضو مغرس مسكين كانس العلم دعوين زال فرنسا تسعين دي خنانس ندرياس تاقسي ترزد ديك ستين سمي غرمتي مدلين خري وتزير ديسين ها مزروق نسمرتيس يتغاضو مغرس مسكين كانس العلم دعوين زال فرنسا تسعين دي خنانس ندرياس يسوي لي بيان فيني شي لازون دي فوايو بريزيدو دوار فاتو كارين غدن سيناريو ما على بالنا شي دامات مارا في الدعايات مازال يقول راني جاي نادي والانتخابات ركز يموت يدرفا أمورتي وعزيزا مانتي غاكي نتمنى أمغبون يحزن ينغنى نبني وثنى غلقاعا راشا ثانا ضاعا السرام الحورية نحقار البعض ليزقا ركز يموت يدرفا أمورتي وعزيزا مانتي غاكي نتمنى أمغبون يحزن ينغنى نبني وثنى غلقاعا شفا نضع السرام الحورية يسوي لي بيان فيني شي لازون دي فوايو بريزيد دوار فاتو كارين غدن سيناريو ما على بالنا شي دامات مارا في الدعايات مازال يقول راني جاي نادي والانتخابات كاش انتخابات على عصابات يتمثل اسمه مرحبا سيسون الزفلة ونا لكوفرتيو سبيساكيك تكملن علشان قرو يوسق يا زي المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى هذا الجزء الأخير من هذه التغطية المباشرة الجزء الأخير اليوم على كل حال يعني التغطية المباشرة والمستمرة والتي تأتيكم على القناة المغربية الأولى وثانية تغطية حول هذا الحراك المبارك الذي يدخل في الجمعة الرابعة عشر إن شاء الله غدا والجمعة الثالثة لرمضان الحراك الذي يصر على أنه لن يتوقف حتى يذهب هذا النظام هذه المنظومة بكاملها في الوقت أن هذه العصابة أو هذا النظام ما زال هو يصر على خارطة طريقه يصر على انتخاباته ويصر على حله الدستوري هذا هو الديلام إذا صح التعبير يتمثل اسمه غير أين يبغاو قدود وين انت فغا ان فغا دف ويجينا ان فغا لي بون ديغ مزمدينا اذا السؤال الان الحال الان السياسي هو ماذا ما يريده الشعب وما تريده هذه العصابه ازكى اثمتن الجماعه 14 تسيتي صار جوناد ولين لا ريبونس بوكدو ذا جيم رد فعل الشعب الجزائري غدا سوف يظهر رد امام هذا الاصرار من طرف النظام ان مواصله هذا طريق خلط طريق تاعو لي ويؤكد على انه الخارطه الوحيده ويقول ان اللي جاي ضد هذه الخريطه وضد هذا الطريق هو ضد الجزائر وما يحبش الجزائر ويحب
خراب الجزائر. إذا أعزائي المشاهدين نحاول نشوفوا استعدادات الجزائريين لغد وماذا يمكن نتوقع غدا الجمعة 14 والجمعة 3 في رمضان. ومعنا نبدأ بأستاذنا دكتور مقرى الخضار ناشط سياسي من الجزائر سي مقرى الزوفليك. السلام عليكم أجمع. عليكم السلام. مرحبا سي سلاوان صاحب الخضار وصاحب الخضار وكيم سلمان دملان. الزولا سي مقرى الخضار تنمية مقرات سي مقرى مكيد غنية الآن في الحياة السياسية والحياة الجزائريين كلها هي فقط رأيين، يعني الرأي هو ما يريد الشعب، وهو أن لا حل إلا برحيل الجميع، رحيل الجميع للمنظومة والوجوه القديمة لسيرة الجزائر من 62 حتى الآن. والرأي الآخر وهو إصرار النظام والمنظومة على خرطة طريقتها وتستصر على انتخابات وحل دستوري. كيف تشوف بين هذا الحلين يعني؟ السلام عليكم. شكرا على الدعوة. يعني نقدر نقول أول يعني في بداية الكلام تاعي أنه هذا الحالة تبرهن على أنه السلطة هي في مأزق كبير، لأنها استعملت كل وسائل باش يعني تخرج روحها من هذا المأزق، لكن أسبوع بعد أسبوع راهي تتخبط وراهي يعني تذهب يعني إلى الأمام، لكن يعني بصورة يعني عبثية، بصورة لما تشرفش الجزائر. اليوم إذا كان فيه كلام عن الفراغ الدستوري، الفراغ الدستوري رانا فيه ما دام يعني لحقنا لحالة أين الشعب راه في جهة يقبلوا المؤسسه العسكريه اللي يعني اذا كنا يعني نتحدثوا على احترام الدستور كانت على المؤسسه العسكريه انها ما تدخلش في الشان السياسي. واليوم المقابله راهي بين الشعب اللي راه في الحراك واللي راه خارج منذ اسابيع باش يطالب حقوقه وباش يطالب بتغيير جذري للنظام القائم، ويقابلوا يعني رئيس أركان اللي يتكلم في كل أسبوع واللي يدير في خطابات سياسية ويحاول يمد أجوبة لهذا الشعب. إذا رانا في مأزق يعني كبير، وما نظنش باللي بهذه الممارسات وبهذه الأجوبة السطحية وحتى الأجوبة يعني اللي راهي خارج النطاق اللي راهي يعني ما تجاوبش يعني بتاتا يعني الرأي يعني المطالب الشعبية، نظن باللي هذا هو المأزق الكبير. غدوة الجمعة 14 الجمعة الثالثة من شهر رمضان الشعب الجزائري مرة أخرى راح يبرهن ورايح يأكد على عزيمته وعلى يعني تضحياته السلمية أجل يعني يعني استعادة استقلال، استعادة حريته واستعادة قرار مصيره باش يخير هو، يخير الممثلين تاعو، يخير الحكام تاعو. طلب يا سيم قرا الخضر، راني بعد كما قلنا 14 اسبوع من الحراك ومن الديمقراطيه اذا صح التعبير، والجزائريين بداوا يعبروا عن ارائهم، مازال يعني القمع، مازال منع المظاهرات، منع المحاضرات، مازال الولات يدخلوا باش يمنعوا بن بيتول لا بوشاشي ولا واحد اخر. يعني كيفاش تفسر، يعني كيفاش تفهم قضيه كيما هكا؟ هذه اللي قلت نوع من التخبط، حتى ولو اليوم يعني نقدر نقولوا باللي نظام بوتفليقه صفق، لكن يعني كما يقولوا البقايا تاعو مازال راهي هنا ومازال راهي تفارع حتى ما تموت، حتى ما تتقلاش على السلطه القائمه، وحتى ما يكونش فيها يعني تغيير للنظام القائم. نظن باللي الممارسات القمعية والحلول الأمنية هي في جينات يعني هذه السلطة متعودة بهذا، لما دام ما عندها حتى حل، ما عندها حتى اقتراح، حتى مصداقية، حتى يعني اقتراح يقدر تجاوب به المطالب الشعبية، هي تمارس هذا يعني السياسات القمعية باش تربح الوقت، باش تراهن على يعني
تخويف ويعني وتخفيف من قوة الحراك، لكن نظن باللي هم راهم يعني راهم عندهم نتيجة عكسية، يعني راح كل ما يعني السلطة القائمة تزيد في قمعها، تزيد في يعني في هذا الممارسات العباسية والممارسات يعني والله غير حتى بعض الأوقات شعب الجزائر يقول تهريجية كمنع يعني غلق المساحات كما موالفة يعني المساحات العامة كما دارتها واحد الوقت في ساحة شهداء، كما يعني غلقت مساحات أخرى وين يتجمع فيها المواطنين، هذه المرة غلقت يعني نقولوا سلالم يعني البريد المركزي، ولكن هذا يعني راح يزيد من العزيمة نتاع الجزائريين ويبين بأنه كما قالها واحد المواطن احنا يا الا كان انتم يعني نحيتونا الابراج هذو احنا هنا باش نسترجعوا الجزائر، ماشي الابراج راه يبغضنا، لكن احنا رانا هنا نناضلوا يعني ونعاودوا بسميتنا ونكافحوا حتى نقروا مصيرنا ونسترجعوا الجزائر للجزائريين لكل جزائريين. سي مقال خضر يعني المشكل مع هذا النظام ربما كما يقول كثير من المراقبين هي حتى وسيله التواصل مع الشعب ناقص، وما يعرفش كيفاش يتواصل مع شعبه، كانه يتواصل من الفوق للتحت، رغم ان كما شفنا الملايين هذول يخرجوا بصح ما حبش يتعلم كما يقولوا المراقبين قضيه السلالم هذا تاع البلد المركزي. يعني ربما نفترض انه صح فيه خطر، بصح طريقه كيفاش وصلوها للشعب، الشعب ما يمنهمش يعني باش مش الاسبوع اللي فات جاب لهم الشرطه بدون اي سبب، يعني جابوا الشرطة منعوهم والناس يعني فرضوا وجودهم، دخلوا بالذراع الى البلد المركزي ولا ساحة البلد المركزي باش تشوف يعني طريقه الكوميونيكاسيون ما كانش يعني بين هذا الوالي الجديد ولا الزوخ ولا الجديد نفسه. هذه تبرهن على تخبط هذا النظام، تبرهن انه يعني مؤسسات او ما يسمى بمؤسسات الدوله راهي في انحطاط وراهي في ازمه كبيره، والثقه اللي ما راهيش موجوده يعني منذ زمان بين الحاكم والمحكوم راه يتجسد في ارض الواقع، ويعني وكل يوم يبان هذا الغار يعني اذا يعني نقدر نقول هذه الكلمه هذه بين يعني المواطن والحاكم. واليوم بعد سقوط نظام بوتفليقة يعني النظام يعني برمته حتى ولو اليوم يتجسد في المؤسسة العسكرية اللي راهي حاكمة زمام الأمور، إلى أنه بقايا النظام البوتفليقي والممارسات يعني العباسية والقمعية اللي يعني هذه الفصائل اللي داخل النظام ما تقدرش يعني تتصور أي تغيير من غير هذا. يعني لما تشوف باللي حتى أزلام أو يعني الأحزاب اللي كانت تمثل يعني الموالاة لرئيس المخلوع بوتفليقة هي اللي راهي تساند يعني في خط الطريق الجيد صالح، وكأنه شيء ما تغير في البلاد. نظن باللي هذا الألم تاع العصابة مزرها راهي متشبثة يعني بالحكم، وراهي تحاول تراوغ تحاول كفاه تنقض نفسها عوض ان تنقض الجزائر، لانه احنا رانا متيقنين انه الشعب الجزائري خرج باش يغير النظام بطريقه سلميه بطريقه سلسه، باش كما حنا نقولوا تجي جايين نحاولوا كيف نعاونوا هذا النظام باش يرحل ب يعني نقولوا بسلم يعني بلا عنف، ولكن هو ممارسات تاعو حاب يدخلنا في مأزق العنف، لكن الشعب الجزائري بالنضج تاعو بالحنكه تاعو والشبيبه اللي برهنت في هذه الايام مثل الطلبه برهنوا انهم في المستوى ومستوى تاعهم اعلى من مستوى الحكام الحاليين اللي راهم يعني وكانهم عايشين في كوكب اخر وما حابينش يعني يستمعوا لاهات هذا الشعب الجزائري اللي يعني ويجاوبوا بكل صراحه هذا يعني هذا المطالب الشعبية. اليوم
أي بين يعني للعالم كله أنه إذا كان فيه جهة ما راهيش حابة تغيير سلمي ديمقراطي هذه الجهة هي الحكم القائمة يعني البوفوار دو فات. أما الشعب الجزائري أو كل أسبوع يعطي درس في النضج السياسي في السلمية في الحضارية في المطلبية الشرعية في العالم كله يعطي أجوبة وحتى الحلول للمأزق اللي وضعنا فيه هذا النظام هو ما زال يطالب بأنه لازم يكون فيه تغيير جذري لازم يكون فيه يعني رموز النظام لازم تروح لازم يكون فيه انتقال ديمقراطي لازم يكون فيه يعني مشاركة شخصيات وطنية اللي عندها سمعة مليحة مع الشعب الجزائري اللي تقدر تصير مرحلة انتقالية وتستعيد الثقة بين الحاكم والمحكوم باش نوجدوا يعني الإطار اللي يقدر فيه الشعب الجزائري يقول كلمته من خلال ربيا. انتخابات تكون محضرة من طرف لجنة مستقلة عن كل إدارة وعن الحكومة الحالية. جيد سي مقرن الخضر من فضلك ريح مرة يدرك نولي لك معنا الآن حسن طعمر الصحفي من الجزائر العاصمة. سي حسن الزوف لك السلام عليكم. الزول أسلم تليم صحر فضل من الزوك الأول صحر فضلك يا سي حسن أعطيك صحة أجمدنا حسن. أولا يعني أولا الرهان النظام كان ستاكل ربما رمضان باش ينقشوا الحراك هذا الرهان طاح سقط ما فاتش يعني شفنا الجمعتين فاتوا الناس خرجوا بالملايين رغم رمضان رغم العطش رغم الحرارة غدا تكون إن شاء الله الجمعة الثالثة في رمضان والجمعة الرابعة عشر هدرا ما هي أهمية هذه الجمعة خاصة بعد إصرار النظام وقال صلاح على خارطة طريقه هو ما زالوا يصر على انتخابات ما زالوا يصر على الحل الدستوري كيف تشوف أنت غدوة الجمعة الرابعة عشر موك يعني واش رانا نشوفوا في الميدان يعني وخروج يعني الملايين والجزائريين الذين تعودوا على الخروج بالجمعات يعني الجمعة ولا كما يقول الرمز يعني الصورة السلمية يعني للملايين تاع الجزائريين اللي خرجوا الطريق باه يمدوا يعني بهذه العصابة ولا اللي راهي حاكمة ولا كانت شادة البلاد ويطالبوا بالتغيير الجذري. أنا شكيت يعني هذه الجمعة ما تطالبش مع الجمعات اللي فاتوا معنا رغم أن يعني واحد المعطيات واحد ياخذ باعتبار المعطيات الجديدة وبمثابة يعني معطيات يعني للديسكور أو خطاب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد الجيد طالح الذي يعني كل يعني كما يقولوا كل أسبوع يعطوا اقتراحات جديدة أو كما يقولوا إيساي دو بروبوزي دوطر سوليسيون دو كونتونير أن بو لا كولير لا كولير دو سيتوانيان جيستومون سي مقرا سي حسن نايت عمار لي سوليسيون كو Gaët Salah et les autres proposent, on a vu la population les refuse. La population apparemment ne demande pas beaucoup de plusieurs solutions. Il y a une seule solution que tout le monde dégage et que tout le monde parte et laisse la jeunesse prendre en charge l'Algérie. Vous pensez que l'insistance de Gaët Salah sur une solution qui n'arrange pas la population, qui n'arrange pas les 40 millions d'Algériens, ça va aboutir à quoi exactement? Donc c'est-à-dire, même sur le terme dégagisme, le dégagisme c'était un peu un effet de colère, on le dit un effet de halat ghadab, كما يقولوا في بعض يعني تفشي بعض الظواهر خاصة الفساد والسرقة والنهب الأموال الشعب والأموال العامة دونك هذا خلى الشعب يعني يخرج هذا كما يقولوا المصطلح يتنحى وكاع مي افيك لو طون سادير ابري لا ساجيس ترى لو طون يا دي كومام دي جون يا دي زاكتور يا دي جون كريديبل يا دي جون اونيت كي يساي ان بو دو كونتونير ولا دو كابيتاليزي باسكو افيك طون دو موا de contestation depuis le 22 février, il fallait passer à l'inventaire et à la capitalisation, la capitaliser tous ces efforts, toute cette contestation. Mais le chef d'état-major, je crois, dans sa proposition, on n'a déjà plus dans la dette de la tenue des élections présidentielles le 4 juillet. Ben, je ne sais pas, et c'est un acquis de la population.
des contestataires ou de la population, le fait que les élections présidentielles ne seront plus tenues le 4 juillet. Bah, d'abord, M. Hassanet Amar, d'abord, n'a pas confirmé cela. Il n'a pas dit comme qu'il n'y aura pas des élections, même s'il n'a pas prononcé le mot de 4 juillet. Mais dit à l'autre, il a dit que je ne suis pas un farag de story. يعني سي حسنات عمر كيفاش ما يكونش فراغ دستوري وما يكونش انتخابات 4 جولي كي ما يكونش انتخابات 4 جولي اوتوماتيكمون راح يكون فراغ دستوري لان القانون هي بن صالح عنده 3 اشهر 90 يوم باش يروح ويجيب لنا انتخابات واحد اخرين اذا ما دارش انتخابات هذا هو الفراغ الدستوري يعني لا ما ندخلوش يعني في مرحله فراغ دستوري مرحله فراغ دستوري تكون عندما لا يكون ممثل ولا ما يكونش يعني حتى هيئه اللي رايحه تسير امور البلاد ولا شان البلاد بعد تاريخ 4 جويلية وبعد تاريخ انتهاء صلاحيات الرئيس الحالي الا وهو بن صالح ولكن بعد 9 جويلية انتهاء يعني صلاحيات هذا الرئيس ربما ندخل في مرحله انتقاليه دونك لو 4 جويي باسكو على 4 جويي ميم سي سون با ايتي برونونسي لو روبور دي زيليكسيون مي تكنيكمون ميم يا لونجاجمون ديجا يا با دو كانديدا كي سو سونت انجاجي يعني كريديبل كي اون تاديري ا سو بروسيسوس اي اون بلوس تو لي سبيسياليست لي زيكسبير ولا لي سبيسياليست دو لا شوز ولا سو كي سون كونسيرني با لو سكروتان ولا كي كونيس بيان كومون لو مود دو سكروتان fonctionne et comment on peut l'organiser. Techniquement, on ne peut pas l'organiser. On ne peut pas tenir une élection présidentielle. Oh, ok. Est-ce que vous pensez, M. Hassanet Amara, après le 9 juin, Ben Salah, خلاص, mais qu'on sera, est-ce qu'on est le docteur, est-ce qu'on est le raïs, est-ce qu'on est le hakim al-bil? On rentre du fait dans une période de transition. Donc la période de transition sera quelque part imposée par le vide, par le départ de Ben Salah, parce qu'il ne sera plus président, parce que son mandat est expiré. Donc on va rentrer dans une phase intégrale, c'est-à-dire le système, une phase intégrale. Mais qui est-ce qui va essayer ça? Et qui va essayer de ça? ويا من طرف شخص من طرف جماعة سافايتر كيما يقولوا ان بريزيديوم سافايتر اون سول بيرسون سافايت مي اون ايماجين ان سيناريو كي كاسو سخا اون بيريود دو ترانزيسيون كي فا جوستومون فاتلي ا اورغانيزي اون اليكسيون بريزيدونسيال اي لي اليكسيون اي ا ميتر ان بلاس ان غوفرنمون تكنوكرات كي فا جيري les affaires du pays, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça le président qui parte et après le gouvernement, il ne sera pas crédible parce qu'il n'y a pas de président, donc le gouvernement part avec le départ du président, donc on doit installer un gouvernement, une nouvelle équipe, on doit installer quelqu'un qui va gérer cette période de transition. Très bien, Hassanet Amar, il faut que tu te prennes un droit que nous كما قلت نفتحوا خطوط للمشاهدين خاصة عشية الجمعة 14 مشاهدين ربما يحكونا كيفاش عم يشوف او واش التوقعات تاعهم غدا ان شاء الله كيفاش عم يشوفوا الجمعه ان شاء الله الثالثه في رمضان نبداو من تلمسه معنا الاخت نوال الو تفضلي اختي مساء الخير صحه مساء الخير اختي واش راك سافا والله الحمد لله اختي واش راك انت واش تلمس الاستعدادات لغدا والله استعدادات راه الناس تلمسان راهم شويه زحفانين رانا نحملوا الوالي مدينه تلمسان لو سيناتور بخشي والمير شريف بن موسى وعبد اللاوي هاد الجماعه مازالهم جماعه تنتمي الى عصابه الافالان راهم دايرين خيم في وسط مدينه تلمسان في البلاص لكسر الحراك يعني باش يعرقلوا مسيرات يوم الجمعه يعني مازال الخيام هذوك مازالهم دركا كايع مازالهم حتى اليوم مازال حتى اليوم باش غدوه يعرقلوا حركه المسيرات وحركه الحراك والخيام هذو يعني وعلى داروا الخيام هذو واش كان فيها يعني داروا معرض ولا واش داروا معرض ايه معرض وين الناس تجتمع يوم الجمعه هادو معارض داروهم باش الناس غدوه ان شاء الله ما تخرجش ولا الا خرجت ما تكونش عبارة عن مسيرات يعني حراك
يقولوا بلي هذه ما يوم الناس خرجت باش تشوف المعرض ولا وانت يعني العقد. تتوقع عدوى، تتوقع عدوى الناس يصدموا ويكسروا الخيام هذوك، ولا يكون الشرطة ربما يديروا حاجز باش ما يلحقوش المنطقة هذيك، ولا واش والله واش خايف انت؟ ردة فعل الناس يعني ماشي، ما راناش عارفين، لخاطش الناس تلمسان راهم زعفانين، راهم زعفانين لخاطش مازال عصابة الأفنان راهي عادة كاينة في تلمسان. مالوغوزمون جوسكا سو جوغ لا ابخي 3 موا تاع الحراك مازالنا يعني مازال ما وصلنا لدرجة انه نهضروا ديريكتومون مع الحكومة. رانا عادة هنا في تلمسان متدابزين غير مع عصابة الأفنان. ربي يجيب الخير ناس اختي. يعني رانا نحملوا هاد الناس اللي قلت لك عليهم، اللي هما والي تلمسان والمير بخشي، والوالي تلمسان وبخشي لو سيناتور والمير شريف بن موسى وعبد اللاوي، هادو جماعة مسؤولة عن عرقلة هاد الحراك. رانا نحملوهم المسؤولية ورانا نقول لهم بلي ما راناش ساكتين، وغدوة ان شاء الله نكونوا في موعدنا كساسوا يخليوا الخيام ولا يقلعوه. بارك الله فيك اختي نوال من تلمسان، شكرا جزيلا. غد الله راح نزودوكم بالفيديوهات ان شاء ونوريو الله لكم الخيام اللي راهم كاينين. ممتاز ان شاء الله اختي، بارك الله فيك نوال من تلمسان. حسنات عمران، ربما تعليق بسيط على القضيه هذه. شفنا داروا حول البريد المركزي، داروا ما باليش غطاوا باش واحد ما يلحقوش السلالم هذوك. شفنا قال لك غلقوا حتى الحدائق العامه للجاردان بيبليك باش ما يكونش دي ديبا. أي الأخت نوال قالت لك داروا معرض في وسط المسن باش ما يلحقوش الناس تماك في يوم الجمعة. كيفاش المحاولات هذه باش يخفوا ولا باش ينقصوا من الحركة؟ والله يا سليم، أنا كتبت ديجا على هذا الموضوع في السابق. أنا قلت لهم باللي يعني عزم الجزائريين، عزم الجزائريين، ديجا الجزائر عندها 2 ملايين وقريب 6 ملايين، 2 ملايين ونص مليون متر مربع يعني عندهاش في البلد المركزي، في الصحه الفلانيه والصحه الفلانيه. وكذلك عزم الجزائريين واللي تغيير النظام بطريقه سلميه وتغيير النظام تغيير جذري وقلع يعني جذور هذا الفساد والمفسدين، ما يكونش يعني متعلق بوجود مركز او بوجود يعني كما يقول سالم البريد المركزي او ساحه فلانيه. لو ديتي لا ديتيرميناسيون لونغاجمون دالجيريان دا لوتي دينونسي ولا دامبوزي لو شونجمون دون مانيير باسيفيك راديكال افيك ليكستراكسيون دي راسين دو سيت غران كي افي دو لالجيري كي اوجوردي je crois n'est pas lié à l'existence ou à la libération ou la démarche des Italiens à la grande force bien que bien qu'il y a kilomètres carrés. Donc je crois qu'il ne faut pas lier intimement lier l'ampleur de la manifestation et l'engagement des Algériens aux marches, aux escaliers de la grande force. Il y a une expertise, il y a une expertise qui a dit qu'il y a une menace sur les marches à dessus les escaliers de Ousmane qui risquent de s'effondrer à tout moment sous le poids les manifestants ou les gens qui les occupent. Donc ils ont préservé un peu les escaliers, puis aussi éventuellement peut-être s'il y aura quoi que ce soit, ça va être aussi le bras pour les manifestants. Donc je crois l'engagement, je le dis, l'engagement, la détermination des Algériens aboutir ou imposer le changement n'est pas lié à la grande poste ou aux escaliers. C'est vrai que c'était une symbolique. Il y a des matins, Rams, il y a les Tefada ou les Fawra Silmiya ou كذلك لخروج الجزائر الذين يقصدون هذا المكان كرمز يعني للتجمع فيه، ولكن ماهوش يعني مكان يعني محتم يكون ولا به تري بيان تري بيان سي حسن، يعني ماشي المكان هو تري بيان، ماشي المكان يعطي قوة الحراك. الحراك هو القوة الحراك هي بالعدد بالإصرار، ماشي بلاصة ولا بلاصة واحدة أخرى. يعني نحيو بلاصة هذه كان واحد أخرى نروحوا لبلاصة واحدة أخرى. على كل حال حسن، كما كانت الثورة الجزائرية في 54 ما كانش في منطقة واحدة، ولا ما كان إلى تري بيان لا كابيلي غلقنا على المنطقة القبائل حبس الثورة.
طلب بيان سي حسن قم كم كذي تودوا غلا عندنا هناك روحوا اللي بيسكر معنا مهدي. السلام عليكم، صحتكم؟ صحتك خويا مهدي، مرحبا بك يا خويا. جست بتيت انفورماسيون باش نقولها لكم كونسيرن لا بوست، لا غران بوست هذيك مبنيه بلا شارطونت ميتاليك ماشي بالبيتون. انا جو دو دوموند راهي شدت وما كانت تهبط نورمال، ربي يستر الحمد لله. دونك ريفانو لي زيلكسيون، ماذا بينا لي زيلكسيون يكونوا ان شاء الله 4 جويلي باش نحبسوا هادو لي مارس وهاد المشاكل، ويكون شاوي ويكون الرئيس تاعنا الجديد ان شاء الله يكون شاوي ضباتنا هكا باش نتهنوا كاع ديفينيتيف. خويا مهدي ان شاء الله لي نخلي نلحقوا ان شاء الله نحيوا العصابه هذيك، وبعدين الناس يفوتوا اللي يحبوا بور فيك يجيبوا لنا واحد صالح يجي يدي البلاد ليلة الحجم ليها، وان شاء الله ليلة كما يقولوا التمنيات لي واش حب الشعب الجزائري. المهمش ما يهمش شرقي غربي عربي قبيلي، المهم برك يكون جزائري ويحب البلاد ويخدم من اجل البلاد. شكرا خويا مهدي على كل حال من بسكرة. روحي لعنابه معنا جمال. سي جمال صحتكم؟ صحتك خويا جمال. كيف تشوف جمال غدوانها على 14 الجمعة الرابعة عشر؟ وي سي انا سي اجي دو 62 ans. الله يبارك. جي كومبا بور لي جون. ما شاء الله. جون. باسكو كلاو البلاد هذيا و جو بو دي كو جيسبر كو لا في سو جو كوما. اسكو فو بوفي باسي سور باسكو لي سيبا. الو سي جمال وصل. الوغ انا وصلت من خويا، انا كان نزلت من قلت اي بيرسون كي برو ان تريتمون كي لا غيت بور تريتمون ريسك لا غوشيت لا مرادي في الحراك اغيت يعني ديفلوبمون تاعو سي سي لا مرادي الفا الفا اون كو طومبي دون لو مسياج باسكو غير كملوا بالتشجيعه جيسكا لا فان وسلميه ان شاء الله. ان شاء الله خويا جمال سلميه، بارك الله فيك سي جمال، ان شاء الله تكون سلميه ونجيبوا حقنا. شكرا سي جمال من عنابه. روحوا الى بيتنا معنا حسين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام خويا حسين، مرحبا بك خويا، صاف طورك. الله يسلمك خويا. انا بغيت نقول حاجه برك. نعم. بغيت الشعب يفوض الابراهيمي، الشعب يخرج يفوض الابراهيمي يقول له يتحدث مع الجيش. هذه فكره يعني. ونزيد نقول الشعب يقدر يروح للطاقارة، يوليو للطاقارة باش يمشيو للحقارة اللي يبقاو. اوكي حسين. نعم فهمتك خويا حسين، بارك الله فيك. هذه اقتراح تاع حسين، راي حسين. شكرا حسين من بثنا. الى اين الان؟ عثمان من الجزائر العاصمة. سي عثمان. السلام عليكم. راكم سام خويا عثمان. عثمان غلقوا غلقوا البلد المركزي، غلقوا بعض الحدائق العامه، واش تسنى غدوه نتايا؟ حنا انا بالنسبه لي كل جماعه شغل عرس نستناه بشارك الصبر. ودائما متحمسين. يعني دوك يعني عثمان دوك غلقوا السلام تاع غلقوا السلام تاع البريد المركزي، هضره راح ينقص الناس ينقص الشعاب ما يكونش بزاف. ما والو حنا العايزين ما تحداش حنا دايرين نصور سلميه. السيناريوهات اللي دائما خلقوها انا وحنا ماناش فاسين باذن الله. باش تخرج هذه الحرب الوعود ونديلكم راح يدير والو. حنا واش راح نديرو؟ المادة الساعة الثامنة باش نخرج ما نحوسوش نشاحوا فلانو. حنا في للاسف عثمان صوتك يتقطع. لك اسمح لي عثمان بصح ولو على كل حال فهمنا الفكره. روحوا الى بجايه معنا معوش. ازول سلام. ازول لك اكما صاف دورك اكما معوش. وانت زاد صحاب طورك صحاب طور
وراو نتمنى تنا الله عليك ان شاء الله حياتي وسعرت كل جزائري وجزائريه داخل وخارج الجزائر تنمرتك اقما انا عندي كلمه للشعب الجزائري قول صاحب السلطه والقرار من هو السبب هذه الاوضاع لماذا قريب وصلت للانهيار الدوله الجزائريه السبب هو قياده الاركان وعلى راسها محمد العماري ربي يرحمه في 99 الرئيس الحقيقي هو احمد طالب الابراهيمي بكل اراده وقناعه الشعب الجزائري ولكن قياده الاركان انذاك ارادت غير ذلك وانقلبت على اراده الشعب قالوا معوش نسمع فيك لا نسمع فيك خويا معوش ولهذا اقول ان اليوم لا يحق لقياده الجيش ان تعارض قرار الشعب صح الشعب هو صاحب السلطه ولا نقبل تدخل قياده الجيش التي اوصلتنا الى هذا الاوضاع ان تتدخل مره اخرى في مستقبل ابنائنا اما محاربه الفساد ما من اراد محاربه الفساد عليه ان يعمل على تغيير النظام لان المنظومه كلها فاسده من راسها الى ارجلها صح صحور الجميع داخل وخارج الجزائر شكرا معوش غدا نكمل غدا وشنو غدا على كل جزائري وجزائريه ان نكون في الساحات ونقول لا للجيش لا للتدخل قيادة الجيش في شؤون الشعب السياسية شكرا معوش أعطيك صحة تنميرتك يا سي معوش قبل ما نواصلوا في استقبال مكالمتكم كما قلنا فيه سياسيين منشطين يحاولوا يوعوا الناس يحاولوا يوصلوا رسالة وسائل الحراك إلى أكبر عدد ممكن من الجزائريين من بين هذه النشطة كان طابو اليوم ثاني راح جهتنا جهة المنطقة القبائل ودار خطاب ولا دار تجمع للناس هناك ونحن النقطة يعني ربما مهمة فيما يخص مستقبل بعد الحراك إذا كان إن شاء الله غدوة وهذا ما نتمناه إن شاء الله يروح النظام وتولي الجزائر ديمقراطية وجزائر حرة وشعب جزائري يختار المسؤولين بكل حرية شوفوا نسمعوا لطابو دو en partie politique de soutien ou là en comité de soutien au chef de l'État ou là la SAMO. On va imaginer une autre solution. Imaginez, mademoiselle, on va introduire dans l'Algérie nouvelle l'idée, le principe que le recteur à l'université est élu démocratiquement par tous les enseignants à l'université. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir des enseignants à l'université qui vont vouloir devenir directeur. Monsieur le gouverneur directeur, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'aller le numéro de téléphone Saïd, il va proposer des projets pour l'université. Vous allez vous retrouver avec des enseignants qui vont vous dire mais qui nous connaît le recteur Adkhal Mohamed Jella Ilmiya. Nous connaît le recteur Adkhal Mohamed Khatib Dirassat. Nous connaît le recteur Adkhal Mohamed Khaber في الجامعة يونيك دينير لكل أدخل أركتر نعمم الانترنت في المعاهد مثلا مبادية مثلا أتوغل لكمبيتيسيون ستين كمبيتيسيون سيونتيفيك وما يلينا ليالينا الركتر يزرب الليل إلا دوني دي بروميس إلي سيرفيي با لي زيتوديون إلي سيرفيي با لي زنسينيون على لونيفرسيتي اللي يوغل اللي فافير أتنسيون ويتمتنا تسوغل لونيفرسيتي سي لليو دا كمبيتيسيون سيونتيفيك Au milieu de l'université, il y a la compétition entre les enseignants. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la compétition scientifique entre les instituts. Il y a la compétition politique entre l'université et une autre université. هذا كلام رائع يعني بيقول اذا كان ان شاء الله نوصلوا الى مرحله وين الشعب هو اللي يختار المسؤولين يختار الامير الوالي الرئيس المسؤول الصغير حتى الكبير ثم المسؤول يحس انه الشعب هو اللي يختار ماشي بعد تليفون من سعيد ولا مطرطاق ولا متوفيق ولا مقايد صالح هو اللي يخليه يولي مسؤول ثم العقليه تتبدل كل واحد يحاول باش يقنع الشعب هذا كل واحد يعطيه مشروع باش يفرح الشعب هذا وان شاء الله ثم يبدا التغيير وهذا كلام ان
شاء الله هذا هو اللي حبينا نوصلوا ليه، ان المسؤولين يحسوا انهم راهم في مكانهم من بفضل الشعب، هذا الشعب هو اللي اختاره والشعب هو اللي ينحيه. ان شاء الله نقول هذا، وهذا هدف يعني هذا الحراك. خلينا نروح الى المانيا الان. معنا عبد الله. صح عبد الله. صح عبد الله. الو صح عبد الله. صح عبد الله خويا عبد الله. انا حبيت نقول لك بك هذا النظام راهو في بوزيسيون دو فيبلس. انا شي سيغ تاع باسكو راهو غير يقمع و او شغل الصب هذاك اللي في الكوار مكوانسيه وراه يتعب اون رياليتي سي تو كاتون دو طون. الو وي اسمع فيك عبد الله. عبد الله كيفاش نشوف غدوه الجمعه الرابع عشر؟ يعني ناس يقولوا مهم جدا باش الناس يخرجوا بالقوه باش يوصلوا رساله لقائد صالح يوصلوها كما لازم الحال. كيفاش تشوف انت؟ هذا انا نشوفها سي تري امبورطون، لازم كاع نخرجوا اون رياليتي. ما انا راني نخرج راني نجي لباري وكذايا، مي لازم اون فورس لازم نخرجوا باسكو سي تري تري امبورطون كما يقول معطوب الناس لا ريزيستونس. انت خويا انت خويا عبد الله تجي من الالمان لباري باش تشارك في المظاهره تاع الحد؟ شاك ديمونش شاك ديمونش. ما شاء الله الله يبارك خويا عبد الله. يعطيك الصحة سي عبد الله من المانيا، شكرا جزيلا. غيلاس من أين؟ من بويرة. بويرة أزوف لك غيلاس. أجل سليم. مرحبا سي سكاكما. صح فطورك. صح فطوركم. صح نقول لك حاجة برك، السيستم هذا أها. ألو وصل خويا غيلاس وصل. نعم قلت لك السيستم هذا لازم يروح. نعم اسمع، احنا من البويره طريق كاع مغلوقين. ولا لا يخليوناش نفوتوا مية وبصح نفوتوا كيما يقولوا الواد ما يحبسوش اكل سقر قبيلت اشوف ما يحمل بديت يحبس انا وفاد الور نكوني غنقدر نكمل كل جماعه انا اللي غنساير ما واش درك واش راني سير دونك الفوتو لاش نكون يزيد بويرا نور كاليزي غا كلش الفوت ولا راه فوت هنا خميسه ديرا سون بيتي نكون الى كانت تبع السيستم هذا ديرا ما يدفع. اوكي صحيح غير سليم فهمك غير لاس. هذه شاد دي في كربيل خير ان شاء الله وكن في قرب ان شاء الله تنمية غير لاس بويرا. معنا من الان؟ حكيم سيف قايث. السلام عليكم. وعليكم السلام حكيم. مرحبا سي كاكما. صح فطورك اخويا. صح فطورك كاكما. يا خويا سليم بون النظام هذا حبوا 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 مطمعين مطمعين كيما يقولوا مش يركبوا الموجه مطمعين يمشوا مع الموجه تسمى باش زعما يكملوا مطمعين هما يكملوا في الاستمراريه تاعهم ويقعدوا في المناصب تاعهم يقعدوا يلعبوا في البلاد ويقتلوا في اولاد الجزائريين. حنا رانا شوف رانا بالمرصاد لرحيل الخائنين والخائنات من الحكم يرحلوا يرحلوا يا خويا سليم باش الشعب هذا على بالك بلي هبلوه بالشعوذه وهبلوه دمروا كاع المجتمع ولازم يرحلوا لازم يرحلوا ما كان لا فوت لا والو. حنا نفوتوا على الخائنين حنايا نفوتوا على اللي خانونا وخانوا جدودنا وخانوا الوطن وخانوا كاع الناس. حنا شوف هادو ما يولوش ملوك تاع الجزائر. هادو حنا شعار تاع الشباب هنا في بجايه ولا 48 ولايه شعارنا انه هادو يرحلوا خلاص ما بقاوش يلعبوا مع الجزائريين. هادو يا خويا سليم هادو عرفناهم هادو شياطين وهادو شوف عطاو عهد للربي سبحانه انه يظلوا كاع الناس يظلوهم. هادو هما الشياطين اللي قالوا شكرا حكيم. شكرا حكيم. هادو هما ولازم يروحوا. شكرا حكيم سيف قايث. الى بومردس معنا مساوي. وي خويا سليم صح فطورك. صح فطورك خويا. واش راك لاباس؟ والله الحمد لله. انتم واش راكم لاباس؟ واش راي بومرداس؟ واش راي بومرداس؟ واش راي كيفاش الاستعدادات للغدوه؟ وان شاء الله دائما هكذاك ولا مالغري كيما غنقول لنا هكذاك لا كروب وسط كاع هكذاك اللي نزيدوا نقووا الشعب ان شاء الله. يعني هضره النظام سي مساوي تاكل ربما قال ربما كي نغلقوا لهم لا كروند بوست وشو لي جاردان بوبليك يعني الناس ما يخرجوش ولا كيفاش نيتهم هذا؟ يا هو ما كاينش منها مالكري غلقوا تي بازا من جيت ثنيه من مالكري غلقوا ما ماشي مشكل هذا كاع روحوا كاع ان شاء الله. سمعت خويا؟ اها اسمع خويا سليم انا
حبيت نرجع عليه هذاك اللي هضر العادل قبيله المسمو قال له باللي الشعب كاع مع قايد صالح ما كاش منها مات هذو كاع الشياتين هذو مات كيف ان شاء الله والله ان شاء الله يجيب الحق ان شاء الله وان شاء الله وحنا دائما نخرج ان شاء الله هكذا وان شاء الله يجيب الحق. شكرا خويا موسى يعطيك الصحه بارك الله فيك وصاحبك شكرا. سي عالم الجزائر العاصمه الان علي. علي السلام عليكم. وعليكم السلام خويا مرحبا. يسلمك صحة طولكم. صحة طولك خويا علي. كيف تسنى غدوة خويا علي؟ جميع الجزائريين. شكرا. أنا أريد فقط أن أسأل قائد أركان الجيش الوطني الشعبي المحترم من أجل الجزائر أنا معك في السراء والضراء. هل تعني بأن الجزائر كانت تعاني من فراغ الدستوري ألا وهو عدم احترام سيادة الشعب وسلطته التأسيسية، والسبب الآخر هو واجب جيشه الدفاع عن سيادته الوطنية الذي كان غائبا، وبأن الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب؟ أنا متأكد بأنك على علم بأن السلطة كانت بسلوكها غير أخلاقي ومخالف لقيم الثورة نوفمبر، وبأن هذا الحراك تحرك بعد صبره سنوات وصل به الأمر إلى درجة إهانته. أرغم كل هذا التعسف في استعمال السلطة إلا أن جاء هذا المكمل الدستوري بسلميته قال الشعب جبت خاوة خاوة وقال لا لرئاسيات حتى ترحل كل هذه رموز السلطة غير شرعية التي عبر عنها في 48 ولاية وقال لها لست من مصدري. هذا دليل ويجب صح. عليها الرحيل. شكرا. هذه مطالب الأمة مشروعة ومطالب واضحة. شكرا خويا علي من الجزائر. نبقى في الجزائر معنا الأخت حياة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صح فطوركم. مرحبا. يسلمك. من فضلك برك حبيت عندي واحد النداء للشعب الجزائري، يعني غدوة إن شاء الله بالك وبالكم من الاستفزاز هذا. أنا نظن هذاك اللي غلقوها على نتاع لا غروند بوست استفزاز فقط، يعني ماهيش باش يغلقونا دوك. المهم حنايا الهدف نتاعنا الشعب راهو في الشارع، هذه هي الهدف نتاعنا. ما يهمش دوك لا غروند بوست، ماشي لا غروند بوست دبر راسهم، ما يستفزوهمش وما يروحوش لحاجه اللي ماشي مليحه، دونك يبقاو في السلميه دائما. وهذاك لو فيديو انا يبان لي هذوك العباد اللي راهم واقفين ويهضروا منا، انا نظن باللي كي شغل راهم يبروفوكيو في الشعب باش يستفزوه باهي كاش ما يديروا حاجه، دونك ردوا بالكم. يعني حبيت تقول لنا الشعب لازم يكون واعي وما يستفز، ما يدخلش في كما يقول في معركه مع الشرطه. خليهم بارك الله فيك. هذيك هي بارك الله فيك اختي. شكرا. بالسلميه ان شاء الله وربي يقدر. هذا ما كان احنا يا العوده الرابعه ما بغيناهاش، وهم وين وصلونا، ودرك يزيدوا غلطونا قال لك الشعب ما عندوش الحق، ودرك ثاني هنا نقولوا لا هم يقول لك ما عندكمش الحق، وين رايحين يديوا البلاد هذه؟ ان شاء الله الشعب هو اللي يديها الخير ان شاء الله. شكرا اختي حياه من الجزائر. روحوا الى بومردس معنا نور الدين. سي نور الدين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. حبيت نقول باللي كي راهم يقولوا الدستور ولا الشعب هو الدستور، هو القائد الاعلى، هو حاله الطوارئ والحاله الاستثنائيه. الشعب صدر القرار نتاعو قال يروحوا كاع، يعني يروحوا كاع بدون نقاش، ما كاش الرجوع مهما كان الثمن. هما يديروا استفزازات، يغلقوا الساحات ولا يغلقوا الطرف، احنا نديروا حيرة الساحات الطرف ولا في البحر. الرتور ما كانش، وربي يوفق ان شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام خويا نور الدين. شكرا. روحوا الى نبقاو الى في بومردس معنا محمد. الو السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام خويا محمد. صافي طولك. صافي طولكم. وشراكم لاباس؟ والله الحمد لله. تفضل اخي. الحمد لله. والله الشعب الجزائري انتصر حقيقه، هو منتصر، وانهم يعلمون
انهم يعلمون انه في الم، يعني المنظومه هي في الم شديد، والشعب الجزائري انتصر، من خرج انتصر، هو منتصر. وانت اخويا محمد، انت اخويا محمد تتوقع غدوه يخرجوا الناس كالعاده بالملايين في بومرداس؟ يخرجوا اكثر من العاده، اكثر من العاده، اكثر اكثر. ولا واش حسيت، ولا واش خلاك تقول ان لازم الشعب يخرج اكثر من العاده؟ ولا لانه مصر على ان النظام ما دام هو يألم، والشعب الجزائري عارف انه يألم. لا 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 واصل محمد، واصل محمد. لانقطع للاسف، انقطع محمد من بومرداس. كما يقول لك محمد، لازم لازم يخرجوا اكثر من العاده، اذا كان صح تعبيره، ولو اني صعيب باش يخرجوا اكثر من 40 مليون. بصح هذا لازم رساله توصل بوضوح الى النظام، ان هذا التلاعبات يعني ما تفوتش امام هذا الوعي الجماعي. بن عيسى من اين تيسم سيت؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام خويا بن عيسى من تيسم سيت، مرحبا بك. صحاب طورك الاخ سليم. صحاب طورك خويا العزيز. الله يسلمك، نحييكم اولا على قناه المغاربيه التغطيه الخاصه الاخ سليم، وتحياتي لكم بزاف بزاف ولجماعه القناه المغاربيه. مرحبا. الله يسلمك. بما يخص الاخ، انا عندي نداء لقيد صالح، الاخ سليم وقيد صالح، نقول له واش راك تقول على الانتخابات؟ الانتخابات مثلك، نقول له من دروك انايا واش راك يخمم في الكارت الجويلي؟ مكات من كاع. نقول له الميموار اللي راه في راسك يا جيد صالح، قلعها. احنا قلنا ما نمشوش من الانتخابات بحكومه غير بسوريا، وهو يقول لك نروحوا الانتخابات. هذه ما تصورش بالعقل على الاخ سليم. انا جيد صالح راه يدخلنا ونوصي حاجه واحده سليم خويا، انا قدرت على الشعب الجزائري حذاري وحذاري وحذاري من الحراك. الحراك اللي يخرج فيه خط احمر، الحراك ما تبقاش اللي يتحكم فينا، وما تبقاش اللي نستنى لحد الساعه. حنا مازال ما راحتش الحكومه غير بسوريا، بن صالح وبدوي والوزاره، ما كانش انتخابات، ورانا صابرين وغدوه كل جمعه نخرجوا حتى يروحوا ان شاء الله هذا النظام الفاسد اللي خلى ناس ما قال لك 20 عام رطاح. ونداعي للشعب الجزائري حذاري وحذاري وحذاري، راهم كاينين الناس راحين يلعبوا بالحراك نصي 48 ولايه، حذاري وحذاري. شكرا خويا بن عيسى، خويا يعطيك الصحة. صامدون صامدون وحذاري، على كل الحمد لله الشعب الجزائري بين انه واعي وحذر وعلى باله وين وين هو ماشي. شكرا لكل احد خويا بن عيسى. وبن عيسى كان اخر متصل لهذا الجزء الاخير كما قلت لهذه التغطيه، مازال التغطيه مستمره غدا ان شاء الله. غدا ان شاء الله يكون الجمعه 14، جمعه مباركه ان شاء الله، ومن المنتظر كما يقول كثير المراقبين تكون من اكبر الجمعات، لان الرساله لازم تكون واضحه بدون لبس، ان الشعب الجزائري قرر وهو سيد القرار ان على هنا المنظومه تروح كاع. والكاع يعني كاع، ما كاش يقول لي يعني كاع كيفاش وتاويل، ما كاش تاويلات ولا يحزنون. الشعب اراد والشعب قرر ولا رجعت لهذا القرار. على كل حال غدا لظاهر لناظره قريب ان شاء الله نشوفوا الجمعه 14، نكونوا معكم تغطيه مستمره طول النهار وطول الليل، ونكون معكم، كونوا معنا. السلام عليكم.